مرحبا، اهلا وسهلا فيكم ويعطيكم العافية في سهرة رمضانية جديدة. زي ما عودناكم كل يوم الساعة 10 والساعة 6 نكون معكم في مواضيع شيقة، مواضيع رائعة، مواضيع تهمكم. اليوم حنتكلم عن شخص أثار شوية موجة في السوشيال ميديا، عمل حركة أنا بعتبرها بطولية، في ناس يمكن ما تعتبرها بس أنا بعتبرها بطولية. قام بشيء من خوفه على مجتمعه، من خوفه على بلده، من خوفه على عائلته، قام بشيء يعني وضع نفسه بريسك بسيط لكنه يعني حمى وحاول يحمي أهله وبلده. وهذه هي الشيم اللي بقوموا فيها النشامة. شاب نشمي سمعتوا عنه وعرفتوه أصيب بفيروس الكورونا كوفيد 19، والحمد لله الآن يتعافى وضعه كويس. اليوم موجود معنا هو الشاب الطيب الراقي الرائع الأستاذ محمد العتوم. أهلا وسهلا فيك. تحياتي، اهلا وسهلا دكتور جمال، اهلا وسهلا، سلامات اخ محمد. أهلين فيك. هلا محمد، كيف أمورك؟ إن شاء الله بخير. انا ممتاز. الحمد اول شيء لله، إحنا شايفينك بومب اليوم. الحمد لله. اول شيء الحمد المقدمه لله. جميله جدا، انا بشكرك عليها هاي المقدمه. حبيبنا، تستاهل تستاهل كل خير. تسلم تسلم دكتور، كل احترام وتقدير، واهلا وسهلا بكل اللي عم يشاهدونا حاليا. حنتكلم مع محمد كتير اليوم عن كيف صار وشو اللي صار معاه، ولكن أيضا حابين نستضيف الطبيب اللي ساعد محمد يتخطى موضوع المرض ويتجاوزه ولو معنويا وجسديا، متطوعا ومساعدا له من الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور معن نصير. أهلا وسهلا فيك دكتور. مرحبا، أهلين يا جماعة. شرفنا أهلا شرفنا دكتور يا دكتور. كيفك؟ إن شاء الله بخير. نحن طبعا لله. الدكتور انا اتوقع من شيكاغو، صحيح دكتور؟ مزبوط. كارديولوجيست انترفنشنال كارديولوجيست، يعني اخصائي امراض قلب تداخليه. تداخليه بالضبط. مزبوط، وبيشتغل في شيكاغو. اهلا وسهلا فيك. اصلا من الاردن صحيح؟ من اربد. مزبوط. من اربد. اهلا فيك واهلا. يعني انت مع ثلاثه من اهل اربد يا دكتور جمال. يا عم راسي. يعني انا احنا 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 الان نستضيفك دكتور جمال في هذا اللقاء الشيق. اهلا وسهلا فيك ونرحب فيك في لقائنا. شو اخبارك دكتور جمال؟ مشتاقنا بحالك دكتور جمال بس في البدايه. مش من القله بقول لك تربتها حمراء. حمراء كثير. طيب انا بتطلع نشامه زي هيك اكيد بدي تكون خير وطيب. الله يسعدك. بدي ارحب بالشباب الرائعين. الصراحه اليوم احنا بنجلس يعني جلسه هيك عائليه، بنعتبر حالنا يعني مبسوطين وفرحانين بمحمد العتوم لا تعافي، ومبسوطين انه بيننا بكل قوه، مبسوطين محمد. بالدكتور نصير اللي يعني قدم الدعم المعنوي والمعلوماتي والتوجيه لمحمد العتوم، وما رضي يتركه وحيد في هذه المرحله. والحقيقه احنا حاسين انه المعلومات اللي بدنا ناخذها مش بس معلومات طبيه، كمان في وراءها معلومات نفسيه ومعنويه ومعلومات يعني مجتمعيه مهمه جدا جدا جدا، ممكن الواحد ياخذ من وراءها العبر الكثيره. خلينا نبدا الحكايه محمد من اولها. اول شيء، انت شو بتعمل، شو بتسوي، شو بتشتغل، شو جابك على كندا، ليش جاي هنا يا اخي؟ احكي لنا شو القصه. كندا دكتور، انا عم بدرس حاليا، طالب عم بدرس بوست جراديويت دبلوما بالجلوبال بزنس مانجمنت في هامبر كوليدج. فانا خلصت الحمد لله قبل 3 اسابيع الفصل الثاني. هي برنامج عباره عن 4 فصول وانترنشيب، فكانت فرصه. انا درست بجامعه اليرموك وبعدين كملت ماجستير بالاي كوميرس بجامعه الشرق الاوسط بالاردن، وبعدين صحت لي هاي الفرصه انه انا اجي هون واكمل دبلوم عالي. فهي سبب وجودي في تورنتو كندا. اللي صار معي هلا
حاليا انت انت محمد لحالك ولا مع عائلتك هون؟ انا لحالي بتورنتو، زوجتي واولاد اثنين، عندي سيف ولين الله يخلي لكم، بالاردن. فهي كانت الخطه على اساس انه بالصيف ان شاء الله يلحقونا، بس الكورونا غيرت شوي بس غيرت العالم تقريبا. قديش صار لك يعني مش نازل على الأردن ولا هم جايين لعندك؟ أنا صراحة آخر إشي كنت بشهر 12 بعمان، نزلت شهر 12 من حوالي يعني 6 شهور تقريبا من 6 شهور، وكانت الخطة على الأساس أنزل. فأنت بتعرف اللي صار مع الكورونا، بعدين بعت الملكية الأردنية في من خلال المنصة سجلت اسمي على أساس أنزل على الأردن، وكانت هاي المنصة بتفتح الباب للطلبة الأردنيين إنهم يرجعوا للأردن بشرط إنه يكون في حجر طبي موجود بالأردن. نعم. بس يرجع يعني بس يرجع عليه حجر. أوكي هذه موجودة. نعم. طب المنصة، احكي لنا عن المنصة، كيف عرفتوا عن موضوع المنصة؟ والله دكتور شوف، احنا يعني كل يوم في المؤتمر الصحفي اللي بيصير بالاردن، فانا مهتم بهذا الموضوع وشو راح يصير، وبتعرف كيف عم بيحاولوا بالاردن يسيطروا على موضوع الكورونا صراحه. وكانت واحده من الخيارات بدر قدروا انهم يوصلوا لعدد صفر كل يوم كعدد حالات جديده، فكل يوم في مؤتمر صحفي بيعلنوا في عدد الحالات اللي موجوده بالاردن. فهذا المؤتمر كان دائماً بيعطوا بيشيروا إيش في أخبار راح تكون موجودة، منها إعلان عودة الطلاب الأردنيين إلى الأردن. فأعلنوا عن هاي المنصة مباشرة، وصلنا اللينك وفتت وسجلت المعلومات وسألوا كل التفاصيل. نعم، وإجت موافقة عليك؟ إجت بالفعل، بعتوا لي في كود بوصلك إيميل من الملكية الأردنية، بيبعتوا لك كود، هذا الكود بتفوت على الويب سايت الملكي وبناء عليه بتعبي المعلومات وبعطيك تفاصيل الرحله تبعتك. جميل جميل. وتحددت الرحله، تحددت بشكل واضح. تمام. هلا اللي صار معي دكتور، انا كنت نقدم على المنصه ما كان عندي اي اعراض، وكنت دكتور معن يعني هو صديق واخ، فصارت عندي هاي الاعراض وبلشت عندي سعله صراحه. هلا سعله بلش، في تعب عام بالجسم، والتعب يعني خليني احكي اكثر وصف له الانفلونزا الحاده العاديه اللي احنا بنعرفها، فتعب كثير كبير صابني. وحكيت صراحه مع الدكتور، وحكيت لانه انا لانه هو بيداوم في مستشفى شيكاغو، فانا حكيت انه خليني يعني اشاركه المخاوف اللي عم بتصير عندي. فحكيت له أنا عندي سعلة مباشرة، وفي عندي هذا التعب، عم بنام ساعات طويلة، بس كمان جسمي مهدود يعني فعليا، في بلش شوية ميوكس عندي. فالدكتور حكى لي إنه أنت لازم أول إشي تتواصل مع الشغل، إنك ما لازم تروح على الشغل، هذا أول إشي لازم تعمله. فبالفعل ثاني يوم تواصلت وطلب مني إنه أنا أروح على أعمل الفحص، لأنه هاي هي بداية الأعراض اللي صارت عندي موجودة. تواصلت مع حدا؟ أنت كيف متوقع كيف إجتك العدوى؟ بتعرف كيف؟ ولا والله دكتور ضليتني أفكر بهذا الموضوع، لأنه أنا حذر، وبتعرف موضوع الكمامة وموضوع الجلوفز وموضوع النظافة وتغسل إيدك 20 ثانية. الآن أنا بس أنتقل بشتغل بجروسري ستور صراحة، وكمان يعني بتاخذني مسافة لحتى أوصل الشغل تبعي بالباص، بتروح في الباص في الترين. فهي صراحة يعني كنت أحاول أعرف أتذكر إنه أنا متى شلت الكمامة، متى فكانت الخيارات كثيرة صراحة، كانت الخيارات كثيرة، لأنه أنت ممكن لابس كمامة، خصوصا أنا بلبس نظارة، فأحيانا بتعرض الواحد إنه بيصير أخ محمد بدأ مسحات بالضبط. بكره الصين بيخترعوا لك شغله زي هيك. فتواصلت مباشره مع جماعه الشغل وحكوا لي انت بترتاح، تحكي مع وزاره الصحه، في رقم محطوط على اعطوني اياه، وحكيت معهم وحكوا لنا في عندك خيارين، فبتقدر تروح اقرب مستشفى عندي سان جوزيف هوسبيتال بتورنتو،
مباشرة، حكيت معهم حكيت لهم بدي موعد ولا أجي مباشرة، فحكوا لي لا تفضل تفضل عندنا. فطلعت صراحة غطيت حالي كامل ورحت على المستشفى. الإجراءات اللطيفة بالمستشفى، هلا لما تفوت صراحة أول مرة أنا بصير معي هذا الإشي، فأنت بتعرف الكل بيكون ناقص منك. إذا بأخذ الأرض. عرض حالك قنبلة ذرية وداخل. والله يا إخوان شعور كثير غريب يعني. صراحة يعني أنت خايف، عرفت كيف؟ وبعدين هلا الدكتور معن راح يحكي لنا، لان احنا اللي شفناه بالصين وبامريكا واللي حكى لي اياه الدكتور بامريكا صراحه شيء بخوف. انا حسيتها خلص جيم اوفر. بعدين عايش لحالك؟ عفوا محمد، انت عايش لحالك ولا معك شباب؟ دكتور والله انا عايش مع انا بسميها صبيه، بس هي ختياره حجه كنديه. صبيه كبيره في السن. 80 سنة صراحة. ما شاء الله. أوكي. يعني أنا ما كنتش عارف كيف بدي أخبرها، لأنه أنا يعني كان صراحة بهمني هي، لأنه يعني إحكي إحنا ما شباب منعتنا أقوى، هذا اللي نعرف. مظبوط دكتور ولا لا دكتور معن؟ مظبوط من الشباب صح. والفوق 80 سنة وأكبر بتخيل هم معرضين أكثر للخطر. للخطر. نعم صحيح. فهذا اللي صار. هلا بحكي لك عن المفاجأة لما خبرتها. يعني تعتبر نشمية صراحة. أنا حكيت لها شكلك من 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 جماعتنا شمالات. من عشر طعميتها منسف. أنت طعميتها منسف شيء؟ والله الدكتور لسه، بس أنا أبدا طعميها منسف يعني قريبا إن شاء الله. إن شاء الله. بس خليها تأخذ احتياطاتها بالنوم. هذا سؤال حنسأل الدكتور معي قريبا، إله المنسف إله في المناعة ولا لا، لأنه طلعت إشاعات. أحسن إشي المناعة بقول لك، جميد كركي وصدر منسف. فضل محمد. طيب فالدكتور اللي صار عملوا لي الفحص. هذا في إشي غريب دكتور معن بعرف، هي عبارة زي ستيك بيحطوها بالأنف. صدقا العصاية تبعت الستيك بتفوت لهون بتوصل عندك، ولازم يعني بيحطوها بطريقة من الأنف على أساس يأخذوا عينة من هذا الإشي. حكوا لي بضلك بالبيت. نبهوني أنت قانونيا بتعرف هون شديدين بكندا، أنت لازم تلتزم الحجر بالبيت لح تطلع النتيجة تبعتك، ورح نتواصل معك في المستشفى بعدين تواصل معي. بعدين في عندك الببليك هيلث أوف أونتاريو كمان تواصلوا معي وبلشوا يعطوني المعلومات. هلا الصدمة كانت صراحة إنه أنا متوقع إنه لفحة هواء، لأنه هاي هذا اللي حاسه أنا. تعرف واحد بيشتغل بيطلع شمس، وكان يوميتها غريب الجو بكندا، كانت ثلج وشمس بنفس الدقيقة، بتعرفش كيف. دكتور معن، هاي الفترة كيف كانت علاقتك مع محمد؟ مش كصديق، كطبيب، كيف كنت تهدي في أعصابه في هاي الفترة؟ مش سؤال كويس اكشلي. تعرف شوف، انا بعرف محمد واحنا صف ثاني باب، يعني بعرفه وكلنا بقى كمان نلعب طبول بشوارع عربد يعني. فانه صعب تفصل الصديق عن وين الابروتش تبع دكتور. بس يعني هي البارم لاين انه كان محمد كل الستاتستكس صح، يعني صح انه عنده كوفيد 19، بس you know الغالبية من الناس اللي عندهم كوفيد 19 especially في عمر محمد راح يعمل will do fine. أعراضهم راح تكون خفيفة، بس at the same time وظيفتي أنا أو يعني اللي إشي أنا كنت مهم كثير نعمله، اتفقت أنا ومحمد إنه لازم نتحاكم مرتين باليوم، مرة الصبح مرة المساء، مرة وأنا بطريقي للشغل ومرة وأنا مروح من الشغل لازم نحكي. حلو. بس اسمعه كيف عامل، شو اخبارك، انه جست سمبل يعني محادثه بسيطه بتحكيها كثير. فهي الفكره انه صح صديقي وحبيبي ورفيق درب يعني، بس ذا سيم تايم يعني لازم تكون ساينتفك واوكي الاعراض موست لايك راح تخف وراح يكون كويس، بس تدير بالك عليه. كم الفتره محمد كانت بين عملت الفحص واعطوك النتيجه؟ دكتور هنا لما
حكوا لي من يومين لأربعة أيام. فأنا حكيت لهم مش معقول يا جماعة إذا المستشفى البشير بيطلع بنفس اليوم أنا بكندا يومين لأربعة أيام، يعني خصوصا إنه صار الموضوع بدك تتصرف إذا طلع عندك بوزيتيف. فكان الشعور جدا غريب. فهي طلع يبدو نوع الفحص، وبيجوز ممكن يشرحها الدكتور معن، في فرق ما بين نوع الفحص، في فحص الدم وفي فحص العين الممكن أن يأخذها السوايب. الحمض النووي. يا مظبوط. هلا اللي صار إنه يومين هون المفاجأة كانت. فأنا كنت أراهن صراحة لما أخذ احتياطاتي عشان اللاندلورد، صراحة بحب أشكرها اللي عم بحكي لها يعني أنا باسم كل الجالية العربية اللي بسمعونا على قناة الكنار، يعني كل احترام لإلها، لأنه أنت بتعرف بعمرها أول إشي الأولوية هي صحتها. طيب. فأنا جيت حكيت لها في خبر ولازم أخبرك إياه، أنه طلعت النتيجة وطلعت بوزيتيف. فهي ردة الفعل الأولى تعرف كيف، ردة فعل عفوية طبعا. لكن حكيت له بس أعطيني شوية وقت عشان أعرف أتصرف وين بدي أروح، لأنه أنا أولويتي أنت صراحة. إحنا منراهن على الجميد والفلافل والمناعة ومية جرش ومية سوف، يعني ما فيش عندنا خوف بهذا الحكي. فهي ما فيش دكتور، هذا إشي جدا جميل أنا شعرته. خمس دقائق رجعت حكيت لي أنت ممنوع تطلع من البيت، بضلك بغرفتك، إحنا we will pass هاي الستيج، أنا راح أدير بالي عليك صراحة. يعني يا أخي رائع جدا. حكيت لي ما فيش تروح تدور حتى، يعني أنا شفت الكنديين بيعملوا في من السوشيال سيرفيسز كانت المطروحة علي، في عندهم يا بتروح للمستشفى بس إذا كانت احتجت الحالة خطرة تبعتك، نعم، لازم تتصل عن طريق 911، فبالتالي بتقدر تفوت على المستشفى. فاللي صار إنه حكيت لها أنا لازم تفكري بحالك، أنا بقدر أدبر حالي. واحد من الخيارات اللي أعطاني إياها الدكتور حكى لي بأمريكا إنه في مستشفيات في بتتعاون مع فنادق، فأنت بتروح على حسابك بتنزل مقابل إنه بضلك معزول بغرفتك. فحاولت وصلت مع جامعة هامبر صراحة. يا أخي الفزعة هنا جدا، يعني تنبسط الناس دغري بتحكي معك وبتتواصل وبصير يعطوك حلول، لأنه أنا ما كنت أفكر، يعني مش عارف شو راح يصير، أولادي زوجتي ما حداش بعرفه. وبعدين في يعني الميديا لما تحكي لك عن الكورونا بلش هذا الجانب اللي هو الجانب النفسي اللي أنا بحب إنه نحكي فيه صراحة، بتبلش أنت تتولوس صراحة، إنه أنت سعلتك عم بتحس نبض قلبك، عم بتحس النفس الصبع تبعك بيصير أكثر، فبتبلش إنك تعيش مع الحالة النفسية تبعت المرض. طيب أنا بس بدي أسأل محمد قبل ما نروح على الحالة النفسية عشان نسكر بس الباب تبع الأعراض. يعني لو أنت بدك تقيم الأعراض اللي إجتك والتعب اللي إجاك بالنسبة للإنفلونزا الحادة جدا اللي إحنا بنعرفها، يعني إذا أنت رحت على الحج وصابك إنفلونزا فأنت بتعرف إنفلونزا الحج كيف هو، يعني بكون حاد جدا. فلو صحيح. بدك تقارن اللي صار معك مقارنة بهاي النوع من الإنفلونزا الحادة، كيف بتقيمه؟ صراحة دكتور اللي حسيت فيه إنفلونزا حادة، يعني أنا ما عدا الحرارة كانت موجودة، وبعتقد إنه لأنه أنا كنتش قادر أتحمل الألم اللي بصيبني، فأنا كنت عايش فعليا على المسكنات. فكان الاتفاق مع الدكتور إنه لازم أخذ تقريبا كل 4 إلى 6 ساعات تاينانول، فكانت هي اللي بتخليك شوي انك قادر ترجع بتنام بتاكل وبترجع بتنام، هذا اللي كان اللي بصير. هلا كمان ما بخبي عليك كان مشكله في النفس، خلينا نحكي مش مع بدايه الاعراض، يعني ما كان في بالبدايه، بس بعدين تطورت صار باليوم السادس اليوم السابع،
وهذا كان واحدة من الأشياء اللي طلبها الدكتور يومياً، إنه هو نشوف كيف ممكن نقيس نسبة الأكسجين، لأن نسبة الأكسجين لازم تكون في بتحافظ على مستوى معين. هلا كان بالطلب إنه أشتري جهاز صراحة موجود بالصيدليات، و يعني كنت أنا أحكي له خلينا بلاش نشتري الجهاز مبدئياً، بس خليني أحكي لك أنا كيف نفسي مرتاح أو نفسي مش مرتاح. والمكالمة معاه يعني بشكل يومي كان يشوف إنه اليوم حاسك أحسن، اليوم كان يقدر يشخص الجهاز. هذا جهاز التنفس عشان تشوف نسبة التنفس، يعني تقيس التنفس، نسبة الأكسجين. أوكي دكتور، زبطتك كان الجهاز. دكتور إذا بس بدي أضيف شيء، يعني إنه اللي عم بيوصفه محمد هو السيناريو الشائع، right؟ بالناس بتحس بالأعراض تاعت الإنفلونزا، وجع عضلات، حرارة، تعب. الأعراض الشديدة بتبلش عادة بعد اليوم السابع، من بين اليوم السابع واليوم العاشر. هاي الفترة اللي الناس بيصير عندهم أعراض نمونيا أو أعراض التهاب الرئة، وأول الأعراض هاي بتكون ضيقة نفس، وممكن as المرض بيشتد ضيقة النفس هي عادة بتخلي الناس تروح المستشفى. So اللي وصفه محمد هو بالضبط التسلسل اللي بيصير مرات عند الناس، إنه بيكونوا أعراضهم سيئة بس ما تدور عليها، بس ضيقة النفس هي بدايكم عادة بعد اليوم السابع. عشان هيك لما حطيت على الكالندر تبعي وإنه متى especially نديربالنا ونحكي، هي كانت تطيلي بين اليوم السابع واليوم العاشر أو 11. فالحمد لله بس الأمور تعدي كويسة. هلأ إنك تقيس مستوى الأكسجين لا أعتقد إنه هو ضروري، بس الفكرة كانت إنه يعني مثلاً بحالة محمد وبحالة كثير من أهلنا وشبابنا المغتربين، إنه بنكون فرادة، يعني ما بتكون أنت نسر اللي عايش مع ناس وحوالينك وديارين بيانهم عليك. فيعني هي قصة إنك تشوف الأكسجين تبعك ونفسك، هاي ممكن تعطيك كلوز اللي انت تعرف بكير انه بجوز تكون بحاجة لمساعدة. فعشان هيك مثلا انا بحالة محمد حكيت له اوكي اشتري هذا اللي بسموه البولس اكسيمتر او الجهاز فحص الاكسجين. هلا بس عشان الناس حواليك وغربة، انا الحجة كانت من خلص صارت تبعت لي على الماسنجر، صارت تبعت لي اي شيء اكلك جاهز على الماسنجر. فهي مظبوط انه ما بيكون في حدا حواليك، فهو انت اللي كنت عم تحاول تعرف هي نسبة الاكسجين. مظبوط. فاليوم السادس والسابع صراحة بلشت انا صرت احس انه، وما كنت اعرف هذا الحكي صراحة. انا بوجه تحية عم بسمعونا من نيو برانزويك صراحة، عديلي محمود لطفي وصديقي وسام حلواني كمان من تورنتو بسمعونا. هلا بلش يحكوا معي وسام حلواني، بتعرفه؟ سلم عليه حبيبي وسام. حبيبي وسام دكتور. طبعا هو بسمعنا حاليا، فهو الناس بلشت تحكي معي، وانا انه كيفك والله يا عم جماعه شكله في إشي غلط بالتستر او النتيجه تبعت، لانه ما عندي اعراض غير فهو يبدو كان الناس كلياتهم، عشان هيك كان الدكتور معنا حريص على موضوع الكالندر انت اي يوم. اليوم السادس والسابع شوف تليفونات قديش تيجي، شو وضعك، كيف أكلت، شربت، شو حاس، في عندك ألم، في إشي بوجعك بصدرك. حتى الأهل بالأردن وزوجتي والأولاد كمان يعني كانوا يتابعوا معي بالضبط. طب أنت كنت بدك تطلع الطيارة بتاريخ نفس اليوم اللي طلعت عليك الأعراض ولا قبله بيوم؟ لا، كانت دكتور أنا إجاني الكود من المنصة قبل بأربع أيام خمس أيام بعتوله. يبدو أنه مش أنا كنت الأولوية على المنصة، لأنه بتعرف هي بتأخذ تشوف الأولوية للطالبات بالجامعات، الأولوية لأعمار معينة حسب الكرايتيريا حاطينهم جماعة الحكومة. فأنا إجاني الكود، فأنا طلعت، أنا قلت شكله راحت الأمور ل15/5 للطيارة الثانية أو الطيارة، لأنه وعدوا أنه يكون في أكثر من طيارة. فأنا قلت كويس شكله أنا بلحق، بعدين تفاجأت أنه لا، وصلني الكود، أنا فتت شفت التيكت ومفروض أبلش الحجز تبعي. فبعتت مباشرة للملكية صراحة، وحكيت لهم أنه أنا هاي التقرير تبعي شخصوني بوزيتيف كوفيد 19، و بقدرش أطلع على هاي الرحلة،
وبسأل إذا في رحلة ثانية راح تكون في المدى القريب أو شهر 5. فهذا اللي صار معي. أنا بعتبر يا محمد العمل اللي عملته عمل بطولي، لأنك آثرت الغير وآثرت الوطن وآثرت أولاد بلدك وآثرت اللي بيطلعوا معك بالطيارة على نفسك. لو واحد تاني كان حط هالكمامة وقال خليني أطلع. والله دكتور يعني أنا بحكي لك، أنت بتعرف الدراسة صارت عندنا أونلاين، فأغلب وقتنا متابعين السوشيال ميديا ومتابعين الأردن شو عم بيصير في أخبار، ومش بس السوشيال ميديا، يعني إذا أنت بتفتح أي قناة كندية راح تشوف قديش موضوع الأويرنس اللي عم نشروه عن موضوع الكوفيد 19 والسوشيال ديستانس، ولازم تترك مترين بينك وبين الناس، ولازم تلتزم خليك بالبيت، وشوفنا كثير شغلات على الواتساب توصلك كمان. واللي صار الأشياء يعني مضحكة بس مزعجة بالأردن، إنه تصرف بيكون غير مسؤول أو من عدم وعي خلينا نحكي، أو أحياناً يعني الناس بجوز تصرفت بطريقة خلينا نحكي بسيطة. فأنا اللي فكرت فيه إنه هلأ إذا أنت بدك تطلع بالطيارة من هون لمونتريال، هذا واحد. اثنين، بدك تطلع بالطيارة هذولا، يعني في كثير. وأنا اللي شفته شو ما تكون حذر يعني صعب إنه ما تعدي الناس. وبعدين يعني بتفكر فيها، تواصلت مباشرة مع السفارة الأردنية، قلت لهم يا جماعة أنا هيك هيك الوضع تبعي. فبلشوا صراحة تواصلوا معي مباشرة، بلشت التليفونات صراحة يطمنوا إنه كيف بدنا نساعدك، شو بدنا نعمل، شو بدك كمامات، شو ابتداء من الكمامات لتكت الطيارة احنا جاهزين ندعمك. حتى يعني حتى معالي السفير ماجد القطارني كمان تواصل معي، بشكره. أنا بعرف كثير ناس بتفرجوا على القناة تبعتك، فبشكره للتواضع وتواصله معي بشكل يومي. من الناس اللي وصلوني صراحة بحب كمان أحكي عنهم مجموعة النشامة، مباشرة تواصلوا معي صراحة. بدك شباب حتى من السفارة، بدك شباب يجوا ياخدوك يودوك على أي فندق، لأن أنا كنت ماكل هم الحجة اللي عندي بالبيت صراحة. فكان هذا الكونسيرن تبعي. من الناس كمان اللي تواصلوا معي صراحة أخ محمد، وكانت جدا لطيفة الرسالة منه، بعت ليها على المسنجر، يبدو أنه شاف الفيديو تبعي، وبلشت الناس تتواصل معي، ناس بعرفها وناس ما بعرفها صراحة، عن دعم معنوي ومادي صراحة. كل الناس عرضت صراحة هذا الشيء، وهذا الشعور اللي أنا كثير بحكي نفسيا مواجهة المرض إشي كثير يا أخي، بتشعر شعور جدا جميل. يس، هذا واجبنا أخي محمد، هذا واجبنا، ويعني أقل شيء ممكن نعمله يعني. والحقيقة لو ما عملنا هيك معناته إحنا ما فيش يعني ما في بعد هيك أي 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 خير ممكن نعمله. أنا بدي أسأل، تفضل محمد. والله أنا اللي تفاجأت فيه عم بتطلع على القناة تبعتكم والمواضيع اللي عم تنطرح، يعني أنتوا مش عم تستهدف فرضاً الأردن وفلسطين فقط، أنت عم تستهدف كل الجالية العربية. هذا شيء كثير، ونشر مواضيع، شفت كيف حتى بالسعادة في مواضيع عم تنطرح بالقناة، مواضيع مهمة صراحة للجالية العربية. اللي عرفته أنه أنتوا كمان برمضان خصوصاً بلشت هاي القناة، وبتعرف الجو رمضان يعني إحنا بالأردن أنت بتعرف كيف جو لمة العيلة مع فإشي كثير جميل، وبشكركم عليه. وبحب لازم كمان يكون في تعاون بينكم بين مجموعة النشامة. تواصلنا مع الدكتور محمد أبو فواز، ويبدو في أهداف مشتركة بيناتكم من ناحية دعم الطلاب، خصوصا الطلاب الجالية العربية في كندا. احنا ممكنكم تعملوا إشي جميل. احنا اخ محمد يعني طبعا بنرحب بكل لقاء مع كل شخص وكل مجموعة وكل هيئة وكل مؤسسة عندها يعني نفس للتقديم ومساعدة الآخرين، وخاصة لمجتمعنا العربي. والآن احنا فعليا بعض شوي صرنا في إن امتدادات حتى على نورث أمريكا، يعني
صار غير الدكتور معني اللي بنعتبر حالنا صار لنا امتداد من خلاله الآن. كمان في يعني أصدقاء الآن بيعملوا معنا في القناة في عدة مواضيع برضو من أمريكا. اللي بدي أسأل الدكتور معن إذا سمحتوا لي دكتور، خلال الفترة إلى الآن يعني إحنا سمعنا الآن من محمد تسلسل المرض وتطور المرض، وإنت حكيت لنا هذه أغلب يعني أغلب الحالات هي بهذا الشكل. طيب إيش في أصناف ثانية للحالات كان فيها أو بكون فيها تطور أصعب من هيك؟ نحكي لو اعتبرنا حالة محمد هي A وفي عنا B و C، إيش هتكون وصف B وصف C؟ So you know مثلا حالة محمد بتمثل 80% من الحالات الموجودة اللي بنعرف عنها. الحالات الأسوأ وحالة محمد تضع تيجي تحت خانة هدول الأعراض الخفيفة أو المايلد سيمبتومز. هلا مع إنه محمد أعراضه كانت مزعجة بس تعتبر بشكل عام أعراض خفيفة. الستيج الثانية اللي حوالي 15% من الناس بتصير عندهم اللي هي السيفير ديزيز، بتكون هي أعراض محمد واللي هي التعب والإرهاق والحرارة والقحة، بس فوقيها بيكون في أعراض ضيقة نفس شديدة واللي هي أعراض التهاب الرئة. يعني لما ينزل لما الفيروس إنه يصير يأثر على الرئة بتصير هاي المرحلة الثانية. المرحلة هاي ممكن الناس وغالبية الناس برضو راح يشفوا منها وراح يتحسنوا، ومش شرط حتى يروحوا على المستشفى، بس إذا صارت الأعراض كثير شديدة بهاي السيفير ستيج بيروحوا على المستشفى. المرحلة الأخطر اللي هي الكريتيكال إلنس، بحالة الكريتيكال إلنس بيسكلي هي المراحل اللي قبلها أعراض محمد بلس أعراض الالتهاب الرئة اللي هي ضيقة النفس، بس بتكون ضيقة نفس شديدة وضيقة نفس بيكون معها نقص في أكسجين الدم، بحيث إنه الشخص بحاجة ل إنه ينعطى أكسجين، whether now ينعطى زي ماسك أو بأنفه أو حالات تانية بيضطر تحط له تيوب بالرئة عشان تساعده يتنفس. وبهاي المرحلة الناس برضو بصير عندهم شاك وبيسكلي يعني في نسبة منهم بصير عندهم فشل في أعضاء في أعضاء جسم، ونسبة كبيرة منهم ما بعيشوا. طيب دكتور، يعني أكثر شغلة أنا محببة على قلبي في موضوع الكوفيد 19 كانت الإشاعات. يمكن في ناس كانوا يتصلوا فيا من كثر ما كنت أطلع لايفات وأحكي لها تبعون الإشاعات، وحتى كتبت مقالة عن الموضوع. يعني اللي بألفوا الإشاعات هدول يعني فنانين، يعني الطريقة عن جد يعني نطيع وقته بدبلش لك فيديو بطريقة. أحكي لنا شو أكثر الإشاعات اللي فعلا جعلك تفكر يعني مليا. بصير هي في إشاعات بتكون أنت لما تشوفها أو فيديوهات تشوفها أنت أوتوماتيكلي بتضحك وأكشلي بتشكر الشخص اللي عملها. يعني هذا الشخص اللي عمل الفيديو تبع شراب البرسيم أنا كثير حاب أشكره، يعني قد ما ضحكني هالزلمة مش معقول. بس هذا الزلمة بسيطة أمور، يعني هاي إشاعته الغالبية الساحقة من الناس مش هتروح تركض تعصر برسيم وتشرب. المصيبة وين؟ المصيبة إنه في إشاعات بقول لك الدراسة الفلانية في المعهد الفلاني في الجامعة الفلانية، وبلشوا يحكوا يعني قصص يعني من أولها أول ما لها آخر. هلا أنا بكون مش أول مرة بسمع فيها، وكثير مرات أكشلي بروح بدور، يعني خاصة لما يحكوا اسم العالم يعني برموا لك اسم يعني بيتر سيجل ولا حدا، مين بيتر سيجل؟ بروح أجوجلهم، شخص مش موجود. المشكلة في إشاعات ما بتضحك، في إشاعات الهدف منها إنه نشر المعلومة الغلط. صح. هاي هي اللي بتخوف، واللي بخوفك أكثر لما يكون مصدر الإشاعة برضو شخص ممكن الناس تسمع. يعني إحنا ما بنخوض بالسياسة، بس يعني لما حدا يطلع من منصة العالم كلها بتتفرج عليها ويقترحوا علاجات، ما هي هذا برضو فورم اوف إشاعة لما أنت ما يكون عندك معلومة علمية دراسة evidence to prove it، أنت عم بتألف. بس في ناس بحكم وضعهم الناس بتسمعهم، ف
فهاي كانت الإشاعات للهيدروكسيكلوروكوين. صح. بعد ما طلعت إجاني كذا تليفون منها من أهلي بيحكوا لي معنى طمن يعني دكتور معين بدون ذكر الأسماء لو سمحت. ما حكيت أنا أو حتى بعيدا عن السياسة. بعيدا عن السياسة. حسب الميكانيكي حسب بقال الميكانيكي جارنا. Hey listen ما حكيت حدا بشي باسمه أنا very descriptive. بس مثلا هاي الإشاعات اللي بتخوف دكتور جمال، هاي الإشاعة للناس تاخذ دواء ممكن انه يقتلها، يعني الكورونا ما يقتلها بس الدواء يقتلها. وصارت عندكم حاله في الولايات المتحده توفى رجل. نعم اويا كان عندك في كنتاكي في ناس بلش ياخذ الدواء. الدواء هذا حتى قبل كل هاي القصه احنا بنخاف منه، بنعمل كثير فحوصات او الناس بتبلشوا. يا ابسولوتلي فا انيويز في اشاعات بتضحك وفي اشاعات بتبكي. واعتقد انه للاسف في بعض اليوتيوبر حتى بدي احكي يمكن تعرف عن مين بحكي انا، هو رجل عالم انا استغربت انه طلع وصار يحكي عن موضوع الهيدروكلوركوين. حتى طريقته كانت في العرض بعد ما عمل هذا الفيديو، هو عنده اعتقد 1,000,000 فولوور في الاردن، بقول لك اختفى هذا الدواء من الصيدليات. ف يعني طلع بعديها بفيديو بعدها قال لا يا جماعة أنا ما كانش هدفي إني أنه أروج طب إيش كان هدفك؟ يعني للأسف الموضوع لازم يكون سنسيتيف. في علماء جالسين ليل نهار يشتغلوا على الموضوع عشان يجدوا دواء ولقاح، وفي ناس بلشت تتخبص كمان شو هو الدواء شو هو اللقاح. anyway في سؤال لإلك دكتور، هل صحيح أن تلقي تطعيم الإنفلونزا الموسمي يكون أسهل في الإصابة بالكورونا؟ أعتقد السؤال يعني إذا أنا ما أخذ اللقاح هل هذا بخفف عني الإصابة في الكورونا؟ yeah. okay. شكراً لنا على السؤال. So, كل بني آدم unless في سبب كثير مقنع لازم يأخذ مطعوم الإنفلونزا. So let's نبلش من هناك، لأنه في كتير برضو misconceptions الناس بتحب تتجنبه. هذا خطأ. تذكر قبل ما كان الكورونا فيروس يقتل الناس الانفلونزا كان برضو بقتل الناس. Let's keep that in mind. هلأ إحنا شتوية تعيد 2020 يعني لازم الواحد يفكر فيها شوي. لما الانفلونزا يبلش ينتشر بالمجتمع والكورونا عم بنتشر بالمجتمع we're gonna have a big problem. تذكر الناس اللي بصير معها انفلونزا برضو كثير منها الناس بنتهوا أمورهم بالمستشفى، وبرضو الانفلونزا الكورونا فيروس احتمال كبير يرجع مرة تانية بنفس الفترة. فلما تفكر أنت في المستشفيات وشو هيصير في المستشفيات it's gonna be أسوأ probably من اللي شفناه الشهر الماضي. فياس كل شخص لازم يأخذ مطعوم الانفلونزا عشان يحمي حاله من الانفلونزا ومشاكلها. especially هسه especially في زمن احنا في عنا فيروس ثاني عماله بينافس. بس اذا بتاخذ مطعوم الانفلونزا ما بيأثر عليك الكورونا فيروس، ما هيخلي الكورونا اخف او اسوأ. بس كلياتنا مجتمع لازم نعمل كل شيء ممكن عشان نضلنا هيلثي، ولازم ناخذ مطعوم الانفلونزا unless دكتورك بيقول لك انه انت عندك سبب كثير مقنع ما تاخذ. طيب كيف الوضع عندكم هلا في شيكاغو؟ عفوا تفضل. You know, الوضع في شيكاغو الحمد لله إنه أقل سوءا من نيويورك. هذا البدر أحكي لك إياه. The reason إنه أقل سوءا من نيويورك لأنه الكيرف تبعنا كان سيء جدا بعدين صار فلات. فعدد الحالات عنا بعدها كثيرة. لكن الحمد لله إنه عدد الحالات الكثيرة هاي موزعة على فترة زمنية أطول. نيويورك زي فقع فيها قنبلة نووية وإنه بأسبوع وتعذبوا حالكم. فهذا makes a huge difference. الفرق كثير كبير إذا بتصير عندك زوبعة بأسبوع versus إنه you know رياح على فترة شهر. So وهذا الحمد لله تحت السيطرة. وهذا اللي بنحكيه لأبناء وطننا خاصة في الوطن العربي وهون في كندا، إنه نحاول إنه نخفف من عدد الإصابات بحيث إنه ما يصير عندنا ضغط على النظام الصحي، وبالتالي النظام الصحي يفشل في معالجة ونصير زي إيطاليا نقول هذا عمره 70 سنة خليه يروح على البيت يموت في البيت، وهذا عمره 50 سنة ممكن نعالجه. هذا absolutely مزبوط.
هسه وهذا بقول لك يعني انا كثير مبسوط انه احنا قاعدين وعمال بنحكي واي هوب انه الرساله توصل للناس. اي ثينك انه يعني هلا مثل محمد انا بعرفه من زمان زلمه اصيل ابن اصول يعني انه هو انه يحكي انا راح اتحمل واخلي ضني لحالي هذا مش غريب عنه بعرفه هيك اصلا اللي بتوقع منه. بس المهم باللي عمله محمد انه محمد كان عنده حس مسؤوليه towards المجتمع ككل. And I think هذه المسج الكثير مهمة إنه كل واحد فينا بفرق. الخيار تبعي أنا إذا أنا مريض وطلعت عشان أشتري خضرة مثلاً، تخيل رجعت بكيلو خيار بس برضو عديت 10 والعشرة راح يبقى كمان 10 ويعني أنا لحالي عملت مصيبة. طيب. فكل واحد فينا has an impact. محمد مثلاً لو طلع بالطيارة بتصير الطيارة فيها 250 بني آدم إنه يعني حتى نضلوا قاعد محله يعني وعداله 10 نفس الشيء اتس يعني العدد اللي صابات راح يكون اكسبوننشال اوفر تايم فالافكت تبع الشخص الواحد وقرار شخص واحد كثير امباكتفل فياس نحتاط ونقعد ببيوتنا وبعيننا الله وحتى لو انه خسرنا شوي بشغلنا بس بالاخر بنطلع كلنا كسوا كمجتمع بالاخر منتصرين اذا كل واحد بلش يعمل عراسه وحس المسؤوليه راح اي ثينك النتيجه وخيمه يعني انه اجين يعني للاسف في عندنا امثله كثيره ايطاليا اسبانيا نيويورك نيو جيرسي هوبفلي موست لايكلي انفورشنتلي مش حيكون اخر خيار. طيب دكتور يعني طبعا لسه الطياره وضعها أسوأ لانه الطياره مغلقه والهواء اللي بيتحرك بيتحرك على الكل بيعمل سايكليشن هيك على 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 كل الطياره فمشكله. اللي بدي أسأله بالنسبة للآن محمد الحمد لله احنا بنشوفه تعافى إن شاء الله من المرض هل ثبت شيء بالنسبة للي يصيبه المرض والفيروس هل بتكون في جسمه مناعة ضد الفيروس إنه يصيبه مرة ثانية هل هذا الآن آمن؟ طمني دكتورة بدي أطمن ما تسمع محمد السكشن هذا ما راح يعجبك شوف عليك إذا ما نحكي بالموضوع بطريقة علمية بحتة which is the way لازم نحكي بالموضوع الجواب المنطقي الوحيد اللي ممكن أعطيكم إياه يعني ما بعرف صحيح لأنه أول إشي إحنا ما بنعرف الأنتيباديز اللي عمالها بتتكون مثلاً شو قديش المصطلح الطبي تايترز مثلاً إنه قديش عدد الأنتيباديز قديش بتضلها قديش بتكون إفكتيف لما يرجع الفيروس ما بنعرف صحيح. ما حدا عنده هاي الأجوبة في كتير ناس وحتى للأسف يعني مصادر مفروض تكون علمية بيحكوا يعني بطريقة كتير أبسلوت زي كأنه يعني إنه خلاص يعني فيش أي مجال للنقاش we don't know هذا هو الجواب المنطقي الوحيد إنه إحنا ما بنعرف نعم. بعد سنة رح نرجع ورح نفحص الناس اللي صار عندهم الإنفكشن رح نشوف إنه مين صار عندهم ريينفكشن رح نشوف بعد 5 سنين مثلاً اللي صار عندهم ريينفكشن هيك بس ممكن نعرف نجاوب هيك سؤال لكن بشكل عام إنه الجسم بيكون مناعة والمناعة بشكل عام بتحمي من العدوى مرة ثانية إذا مش تماماً بتخفف منها however إذا نفس القاعدة راح تنطبق على كوفيد 19 ما بنعرف time will tell دكتور مان مدينة ووهان الصينية أنا درست فيها يا خلصت منها يعني دكتور بس إلي سؤال لازم تحكي لي عن الويت ماركت بنرجع لها بس بنرجع لها رحت مرتين ثلاثة ترى الويت ماركت هذا الحمد لله بس ما كان شيء متى آخر مرة الدكتور؟ بس ما لا 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 ما فين يعني الصحبة هو الخفاش اللي صار في ووهان بعد فتحت مدينة ووهان في 8 أبريل أوكي قبل يومين اكتشفوا 8-10 حالات في مجمع سكني واحد كلهم في مجمع سكني واحد ولا واحد منهم traveled anywhere فالمتوقع الآن تكون هاي the second wave. الصين مقاطعة هوبي قررت إنه تفحص جميع سكان مدينة ووهان جميعهم بلا استثناء 14 مليون نسمة 11 مليون مواطن و3 مليون عامل
خلال 10 أيام. إيش توقعك لنتائج هذا؟ توقعاتك يعني، أكيد ما حدا راح يكون 100%، بس إيش توقعاتك لهيك شيء؟ هلا إذا هم عمالهم بفحصوا مثلاً أنتيباديز، أغلب الظن راح يخيب أملهم. قبل أكشن، قبل يومين كان في دراسة نشرت من إسبانيا، بيسكلي اللي عملوه راحوا وقاسوا عينات عشوائية بالمنطقة اللي كانت أكثر شيء فيها منتشر الكوفيد 19، وشافوا كم شو نسبة الناس اللي أكشلي شكلوا أجسام مضادة لكوفيد 19. هلا كيف قاسوها وشو انتيباديز، هذا موضوع يعني موضوع ثاني، بس ليتس سي انهم قاسوا بدقه الانتيباديز، نسبه الناس من الراندوم سامبل بالمجتمع عندهم اللي كانوا بوزيتيف 5%، 5%. كل اللي صار باسبانيا يعني عشرات الالاف ماتوا، بس 5% من الناس كانوا انفكتد. ان اذر ووردز، الموجه الثانيه للاسف في كثير كانديديتس يصيبهم معهم الالتهاب ويصير معهم مضاعفات، بيسكلي 95% من البوبوليشن. سو اي دونت ثينك الامور راح تكون بتفرق في ووهان. اي ثينك في نيويورك كانت النسبه اعلى شوي، بس برجعنا لنقطه مهمه جو سمعتوا بمصطلح الهيرد اميونيتي. كثير ناس بتراهن انه اذا احنا تركنا الامور على راحتها زي ما كان بيعملوا بالسويد وخلي الناس كلها يصير عندها الالتهاب هذا، بعد فترة معينة إنه عدد كافي من الناس راح يصير عندهم الالتهاب، إنه العدوى بعدين بتبطل تأثر على المجتمع ككل. عادة عشان يصير herd immunity إنه نحكي لازم 60% at least من society to get infected. طب بعد هاي كل الهزعة اللي صارت بسبين 5%. So اللي براهن على herd immunity I think عم براهن على الحل الغلط تماما. احنا ان شاء الله حيكون لنا حلقه قريبا مع الدكتور علي الوعري، انا تواصلت معه اليوم على الموضوع هذا التستينج، بس تطلع النتائج ممكن الدكتور تكون معنا اذا بتحب. الدكتور علي الوعري هو طبيب جراح صدريه وامراض صدريه في ووهان، فحينقلنا الصوره مباشره ان شاء الله. أنا نسيتني بدي أكون معاكم لأنه أنا لسه بدي أحكي لك. بدنا نرجع من البيت، من البيت محمد، من البيت. أيوة إن شاء الله يا أخ محمد. في يعني بتعرف من المحبة الناس بتبلش تحكي وبتبلش تنصحك صراحة. هلا بدنا نحكي شوي، بلاش نحكي، حكينا مصطلحات معن أنا مش فاهمها، يعني خلينا نحكي اللي هي مناعة القطيع اللي تفضلت فيه معن. نعم. فاللي بدي أحكي لك يا كثير من الناس بتبلش تحكي وبهي دائما برجع وراي محمد ترى فاهم كيف الترجمة الفورية. فاللي صار إنه اجتني كميات نصائح صراحة من حب من طيبة. يلا احكينا. أيوة. لا بدنا نضحك شوي دكتور. تفضل. لا بالعكس. أحلى شغلة الشلولو، هاي الشلولو بعرفش إذا وصلتكم يعني. وصلت طبعا. فهاي الشلولو اللي بيعرفها هلأ معناته كانت واحدة من العلاجات الكورونا، طبعا ما فيش أي دراسة علمية لهذا الكلام. كثير من الأشياء كانوا يركزوا صراحة وهي من باب المحبة صراحة المناعة. هل فعليا إنه الجنجر كثير مهم بيحكوا، الكركم كثير برفع مناعة المناعة، الفيتامين سي والزنك. أنا صراحة اللي استعملته فيتامين سي وزنك، هيك اللي كنت أحس حالي إنه شوي يعني فريش، بلاش نحكي فريش، بس إنه الواحد بحس حاله يعني ها بياخد نفس بالضبط. بس الشلولة صراحة والبرسيم أنا ما جربتهم. بس الأهم شيء أنا اللي بأكد عليه اللي هو الفيتامين سي، وبتخيل الدكتور أنت أيدتني كمان، أكدتني أنه أنا أستعمله بشكل خلال هاي الفترة. يعني في طبعا المستشفى أو الببليك هيلث ما نصحوا بأي دواء، لك ما عندنا دواء إحنا، وهم بشكل يومي بيحكوا معي بيتابعوا كمان الأعراض الموجودة عندي، بس هم اكتفوا بموضوع التايلينول والآدفل صراحة.
هلا او حتى في بلشت هون كمان في ناس بلشوا يحكوا لي انه الادول ما لازم تاخده مش كويس. بلشوا في ناس يحكوا لي انت لازم تبلش تاخذ بيبي اسبرين، والبيبي اسبرين بتخيل في بعرفش الدكتور اذا بتاكد بينوا المميع اللي هو بايطاليا اكتشفوا، بعرفش دكتور انا بحبش افتي بشيء مش تخصصي. تفضل يا اخوي. لا لا افتي ماشي اطلع معك. لا بس دكتور ممكن انت تاكد او زي عندك لا 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 اكرم محمد انه بايطاليا اكتشفوا انه كثير من الناس بتصير عندهم جلطات رئويه. فانا مش عم بحكي لازم استند لارقام، لازم استند بس هم وجدوا ان الناس اللي بيعطوهم، وهي دراسه انا ما شفتها سمعتها من ناس بنصحوني انه ممكن تكون عندهم جلطات رئويه. هلا شو بيس الدراسه صراحه ما بعرف اذا عندك اي معلومه بس وما تواصلت مع وزاره الصحه وسالتهم. You know محمد، هاي من الشغلات قصص التخثر والجلطات مزبوط، يعني في دراسات عم تطلع عليها بس شو السيجنيفيكانس تبعها لسه ما بنعرف، لانه كثير من الناس المرضى اللي بيكون عندهم اي مرض شديد اللي يدخلهم الاي سي يو بيزيد عندهم احتمال الجلطات بالرئه او بالرجلين. هذا كومبليتلي ما له مش شرط له علاقه بالكوفيد 19 وبجوز له، بس لهلا ما في معلومه او ستدي انف اللي تحكي كل واحد لازم ياخذ اسبرين او لازم ياخذ مميع دم. ما في اني ايفيدنس لهذا الشيء. اي ثينك فيتامين سي انك تاخده از فاين لانه وي نو انه سيف انه ما مش حيضرك. بس انه عشان برضو نكون انه دقيقين، ما في علاج اللي تاخده انت بالبيت اللي ممكن ياثر على that we know انه بياثر على الكوفيد 19 infection. هلا في هذا الرمديسيفير اللي سمعتوا عنه، هذا بنعطى بالمستشفى بالوريد بس بالبيت ما في علاجات اللي بنعرفها فعال. بس اسمحوا لي بس عشان انا اوصل معلومه كامله، هلا بغض النظر المميع موجود كويس بهاي الحاله، عشان يعني اي شخص بده ياخذ مميع فهو مفروض انه يكون بده يعمل فحص المميع عشان انا نطلع من خطيط اي حدا صراحه، لانه مش مجالي. فبتخيل لازم يعمل فحص التميع، بناء عليه الدكتور الخاص بيشجع انه ياخذ دواء مميع او لا. ترى محمد انا يعني اذا the way انه انا اجري معك انه اذا اي واحد بده عنده اسئله زي هيك ومش عارف شو بده ياخذ يحكي مع دكتور، يسال دكتوره، يساله عن شو نصيحه دكتوره اذا هذا الدواء وهذا العلاج ممكن يفيده او ممكن يضره. فاي ثينك هاي هي bottom line، انه اذا الواحد مش عارف يرجع لمصدر اللي يثق فيه، وبهيك حالات يرجع الواحد لدكتوره is probably احسن ملجا. دكتور معن، في تقريرين طلعوا ما بنعرف مدى صحتهم. التقرير الاولي بيحكي انه الشعب العربي شعب بعيد عن السيفير كيسز، لانه الجينات عندنا احنا جينات بتعرف يعني قويه جدا، اي جينات مبنيه على الجنيد فيعني فيش مجال. التقرير الثاني تبع السودان اللي حكى انه العالم عماله بيعالج وبيشخص المرض بشكل غلط، الفيروس بيدخل في الدم وكانه بصير في مشكله في الكريات الحمراء، كانه بصير مشكله في التنفس من هذا الباب، فمهما حاولت تعطي تنفس اصطناعي او اكسجين فهذا ما بحلش المشكله، انت لازم تحله عن طريق علاج التسمم هذا او الفيروس اللي دخل الدم وأثر على الكريات الحمراء وما شابه ذلك. التقرير الأول اللي حكيت عنه محمد، actually محمد بعت لي إياه بقول لي أني أقرأ. صراحة حاولت إني أرجع وتجوجلت وأشوف يعني شو المعلومة بالضبط، يعني ما في ملجأ، يعني ما لقيت ما في مصدر يعني إشي منشور اللي أعرف أقرأه.
يا ريت جيناتنا قويه لدرجه انه يعني حتى هذا عصي علينا يعني او هو احنا عصيين عليه. بس honestly I don't know اذا في evidence لشيء زي هيك. بتعرف فتره طلعت على شيء اسمه ACE inhibitor، هذا زي مستقبل على سيرفيس الخلايا الكوفيد 19 بيستخدمه عشان يدخل الجسم. والناس ببلادنا مثلا وبالصين versus يوروب مثلا هذا الريسبتور تركيبه ممكن يختلف شوي. بس صراحه كيف هذا بياثر على احتماليه انه مجموعه من الناس يصير معها مرض اشد من الثاني، اي دونت نو اذا في اي شيء علمي منشور اللي اقدر اقتبسه. الدراسه تاعت السودان honestly ما بعرف كثير عنها، بس المشكله we know for a fact المشكله مش بالخلايا الدم الحمراء، المشكله اللي بتخلي الناس يموتوا بيصير معهم شيء اسمه ARDS which is basically التهاب شديد بالرئه لدرجه انه الرئه بتبطل تكون فعاله للجسم ياخذ اكسجين ويطلع ثاني اكسيد الكربون. And لما حالات الاي ار دي اس الشديده نسبه الوفاه كثير عاليه الا بحالات ممكن انك تعالجهم بطريقه مختلفه. ف اي دونت ثينك المشكله بخلايا الدم الحمراء when it comes to COVID-19. طب دكتور شو رايك في موضوع الماسك؟ يعني انا من الناس اللي كثير بشجع على موضوع الماسك، في ناس كتير تهجموا علي بهذا السبب. يعني من الخبرة اللي شفتها بالصين ودول آسيا بشكل عام، هونغ كونغ، كوريا الجنوبية، تايوان، كلهم كانوا مشددين على موضوع الماسك، ممنوع حدا يطلع من بيته بدون ماسك. للأسف الدول الأوروبية ودول شمال أمريكا، نحكي كندا وأمريكا، كتير كانوا متساهلين في موضوع الماسك. أنت شو رأيك؟ You know أول ما بلشت قصة الكوفيد 19 منظمة الصحة العالمية كانت تحكي لك ما حدش لازم نسير يلبس ماسك، بعدين رجعوا وغيروا رأيهم. I think الناس حست إنه في تخبط، إنه تشوف لك منظمة الصحة العالمية مش عارفة شو يعملوا. I think هو مش تخبط بقدر ما هو إنه عندهم تواضع كافي إنهم يغيروا رأيهم based على معلومات جديدة. فاللي عرفناه مع الوقت إنه الكوفيد 19 فترة الأكثر فترة معدية. يعني مثلا محمد يومين من قبل ما تبلش القحة، محمد هذيك الفترة كان معدي أكثر إشي. So in other words حتى قبل الأعراض أنت معدي كثير. فوقتها لما تيجي أنت تفكر بهذا الكونسبت وتحكي الناس مكتظة، خذ لك مثلاً ناس بالقطارات وبالباصات and so forth، وقتها الماسك ممكن actually يكون له value. ممكن إنه يعني مش شرط هو يمنع كل التهاب، بس ممكن يقلل من الاحتمالية especially لو واحد بقح مثلاً. الشغلة الثانية وأنا بالنسبة لي probably الماسك مفيد أكثر إشي فيها is the fact وانت لابس ماسك وشايف الناس حوالينك ماسكي لابسين ماسك، ما بتنسى انه في مشكلة، ما بتنسى انه في وباء حواليك، بتضلك اوير and you're more likely انك تنتبه وين حاط ايدك، you're more likely تروح تغسل. فاي ثينك انه الماسك in addition انه فعلا بجوز يحمي لحد ما، هو statement كلياتنا بنحكي لحالنا وبنحكي للناس بتفرجوا علينا في مشكلة حوالينا، في وباء، لازم نكون حريصين. بس فعلياً دكتور يعني أنا اللي عم بشوفه هيك مع الماسك، بصير واحد يستعمل خلاص يصير يضبط النظارة بصير لأنه هو رأيك بهالماسك انت جاهز هيك، برافو عليك. هذا صناعة يدوية، هذا صناعة منزلية ترى. والله برافو عليك، كيف عملتها؟ هذا أنينة البيبسي أها، قصيتها وجبت الفوم هذا لزقته عليها ومن ورا مغيطة. يعني عليك حاجة أم الاختراع، برافو عليك، سهلة جدا يعني، برافو عليك. وتعرف يعني أنا كل ما أطلع على السوبر ماركت بدي أشتري شغلة، طبعا بخفف كتير، أنا بطلع يمكن كل 3 أسابيع مرة، لكن وجدت إنه للأسف لحد الآن الناس مش ما بتلبس ماسك، وبتشوفني لما ألبس هذا الشغلة إشي غريب يعني، استغرب. وأنا يب أنا شوف عشت في الصين أيام السارس،
أول ما بديت في المستشفى بعد 4 أشهر بدأ السارس. طبعاً أنا سمعت سارس ومرض وخطير، أنا أصلاً يعني بادي الماجستير لسه يا يمها يعني متخلص بكالوريوس يدوب معلوماتي على قدي. فروحت على دكتوري بقول له يا دكتور أنا بدي أخذ إجازة. قال لي مين إجازة؟ أنت كنت تداوموا 9 ساعات هلأ دوامك 14 ساعة، فزودوا دوامنا عشان نقدر، لأنه برضو نفس الشيء تخبط، ما حد عارف شو هو هذا الفيروس، شو كيف نقي نفسنا، كيف نقي الأطباء، شو نسوي. لكن اللي أنا شفته بالصين عندهم فاست أكشن صراحة، يعني بناء المستشفيات بسرعة، بناء الفيفر كلينكس اللي هي الأماكن اللي بتشخصوا فيها المرضى تبعون درجات الحرارة المرتفعة، الفصل، العزل يعني الشغل اللي صار مع محمد للأسف في ناس الهوم ايزوليشن ما نفعت معهم، مع انه كان عارف انه معاه كوفيد 19 ولكن قال لك انا خلص مش مشكلة بطلع بجيب لي كاسة قهوة. او طبعا مع انه القانون صارم بهذا الموضوع، في كندا اعتقد وصلت ل$3 مليون المخالفة وسني السجن، ولكن برضو في حالات اكيد بتفلت. الصين ما كان عندهم، كان عندهم اي واحد بوزيتيف لازم يروح على المستشفى الخاص للكورونا فيروس. شو رأيك في شغلة زي هيك؟ طبعا انا بحكي بشكل عام، انا عارف الامكانيات صعب تكون في كل دولة انها تسوي هذا الشيء. I think انه هو كيف اي مجتمع بيتعامل مع هيك سيتويشن ريفلكس ثقافه المجتمع قبل اي شيء، صح؟ يعني انت ما حتبلش تعلم المجتمع كيف يسوي اشياء بهيك حاله لما تبلش الوباء. هوبفلي انت ثقفت مجتمعك وجهزته عشان لما توصل لهي المرحله الناس جاهزه تتصرف. بس at the same time انا يعني رايي لما الفاس يغز بالرازم يقولوا ما في مجال الواحد يكون كثير كيوت وحباب ويطبطب على الناس. again مش لاني زلمه من الشرق الاوسط متعود على الدكتاتوريه، بس لانه تايم يعني الوقت is very critical. كل وقت كل يوم بمرق انه الدوله بتفشل انها تتصرف الوباء عم بيكبر وراح توصل لمرحله انه الامور راح تخرج عن السيطره. الصين تعلمت من كيسا، الصين مش طبعاً. أول وباء يعني إنه يعني إحنا نشكرهم على 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 كثير شغلات، بس يعني الطريقة اللي هم اللي بتصرفوا فيها reflex experience. و I think الدول اللي فشلت إنها تتصرف بسرعة حتى وبشوية حدة ورصانة يعني مع شعبها، I think إنه برضو هم تغلبوا. يعني إيطاليا مثلاً طولت لتصرفت، سبين طولت لتصرفت، أمريكا definitely طولت التصرفات والconsequences هلا عم نشوفها. فمثلا أنا لما كنت أشوف كيف برضو الأمور صارت بالأردن، I think يعني honestly أنا كثير I'm very impressed كيف برضو بالأردن إنه كان في حزم. يعني أنت إذا يعني إحنا دائما كلياتنا اللي عندنا أولاد نعرف إنه مرات أنت الحزمك وما بحبك عليهم وما حط هذا الحزم، طبعا في مسؤولية كبيرة إنه إنك أنت تكون حازم بطريقة عقلانية وعندك يعني فكر يعني وراء الحزم. بس I think الحزم ضروري لما الوسائل التثقيفية البسيطة ما توصل للنتيجة. إحنا لما كنا ندرس في الإدارة أو ندرس على style of management، لما بيحكوا في إدارة بالديكتاتورية وفي إدارة بالديمقراطية وفي إدارة، لما كانت تيجي أسئلة، وهذا الكلام بنحكي مثلا في project management على project management institute، يعني بنحكي عن معهد أمريكي عالمي، لما بتيجي أسئلة على إنه أنو أفضل أنواع الإدارات، ما في أي جواب بيحكي لك إنه الدكتاتورية أو الديمقراطية بشكل مطلق. هذا بكون جواب خاطئ، لأنه كله بيعتمد على السيناريو، كله بيعتمد على الظرف اللي أنت موجود فيه في ظروف معينة. عشانك بحكي لك القائد في الميدان لو كان في معركة قائد عسكري ما في ديمقراطية أبدا في هذه الحالة، خلاص هو قراره. تخيل لو انه في عنده مثلا 2000 عسكري موجودين على الارض مشاه،
وبيطلع قراره وبيحكي له استنى لتجتمع الناس وبعدين نفكر ونتشاور ونعطيك رأي، بكون يعني الجيش كله تدمر. ففي حالات أكيد، لكن في ناس طبعا هذه الأمور خلاص، خاصة أنا بسميهم اللي هم محدثي العهد بالحضارة والديمقراطية، زي محدثين النعمة هذول اللي بيجوا على البلاد هون، فبيعتقد أنه لأنه متشوق لشيء اسمه تسيب أو فردية في القرار أو فردية في التصرف، حرية مطلقة، بكون متصور هذا التصور حتى هون، بيتفاجأ مرات أنه لا في قوانين وفي ضبط وفي ربط، والقانون اللي بيطلع حتى يتغير بياخد روتين طويل جدا حتى يتغير، والعسكري اللي بيطلع بحاكمك وبحاسبك على القانون القديم، حتى لو في كود على أنه القانون تحت الدراسة وفي طريقه للإقرار، لكن ضايل له شهر حتى يقر، الشهر هذا برضه بضلك ماشي على القانون القديم، وبضل العسكري اللي في الشارع بضل يحاسبك عليه. ففي يعني في خلط ما بين الحرية والتسيب، وفي خلط ما بين الدكتاتورية والانضباط. للأسف يعني هذا احنا محتاجين ان نعيد نفهمه. للأسف يعني المشكلة انه يعني حتى احنا موجودين في بلاد هذا الكلام موجود، الفهم هذا فيها، لكن احنا مش راضيين نفهمه. يعني في ناس، بلاش نحكي احنا، في ناس معينين، في ناس، ما في مجموعات رافضة إنها تفهم، وفي مجموعات ما بتفهموا معك، أنت بيشوفوك أنت جاي من البلاد العربية أو من آسيا أو من الشرق الأوسط، بيحس إنه أنت لازم تخرج عن أي انضباط، خلاص أنت لازم تخرج عن أي انضباط، وإذا بتطلب منه الانضباط فبيصير يلومك إنه أنت لسه بعدك عايش على أيام، شايف؟ بينما لما بروح مثلا على مؤسسة كندية أو مؤسسة أمريكية وبيطلبوا منه قوانين معينة يلتزم فيها، بيلتزم زي الألف، يكون ماشي على القانون مباشرة. فهي طبعا نفسيات، لسه في تراكم، لسه في عندنا رواسب بجوز عند البعض، في رواسب من الضغط اللي موجود، فبحس أي قانون معناته هذا قانون ديكتاتوري، بيعرفش إنه هذا القانون ينظم الحياة بين الناس، هو الطبيعي إنه يكون موجود، الطبيعي الناس يكون في بينها قوانين للتعامل والتعايش مع بعضها البعض. دكتور محمد أنا معك 100%، بس كمان في شغلة إنه صراحة يعني أنا الشهرين الماضيين إنه أعطوني كثير أمثلة خلتني أرجع إنه أطلع أو أرجع أفكر بكثير اعتقادات هلا أنا بحس إنها بجوز كانت خاطئة، أو أتليست إذا بدي أجامل حالي جاورت الصواب، يعني اللي هي مثلاً you know وقت ما إجت للجد، مثلاً examples بالأردن لما وقت ما إجت للجد حتى اللي عجبه واللي ما عجبه، في ناس المجتمع اتخذ قرارات كبيرة، يعني إنه لما بلد زي الأردن الناس قرر وتجمع على إنها تسكر أماكن العبادة مثلاً خاصة بكولتر زي الأردن، هذا إشي كثير كبير يعني. صحيح. بس هذا إشي صار، برجع بطلع حوالي في أمريكا مثلاً الناس هنا they're absolutely يعني struggling، يعني they can't، مش قادرين الناس يتكيفوا مع restrictions، يعني أماكن العبادة كان كلها فاتحة لحد فترة قصيرة، وكل ما الناس تروح تستعبد نصهم بروحوا COVID-19 بعد أسبوع. and so يعني it's funny كيف إنه برضو أنت لما إنه بتكون في societies يعني تعشق quote unquote الحرية، بس برضو الحريات بتضاربوا مع بعض، يعني حقي إني أتعبد عماله بتنافى أو بتعارض مع حق واحد إنه يعيش. right. so أنت بتعدي واحد تاني ملهوش دخل you know that guy may die وأنت you're fine. but I think حتى المجتمعات هذه إنها عمالها عم تحاول تفهم شو تعمل وكيف تتصرف. بس I think you know I think شعبنا I'll give them a lot of credit، يعني إنه اتكيف بسرعة لظرف يعني صعب الواحد يتقبله بسهولة. Nothing is perfect. طبعاً دكتور أنا بدي أحكي نقطتين هون مهمات. النقطة الأولى اللي أنت كنت تحكي فيها إنه هل نستطيع أن نتعلم خلال الأزمات ولا قبل الأزمات؟ وللأسف يعني وصلتني نكتة أول ما بدأ الكوفيد 19، وصلتني نكتة وقد تكون حقيقة. إحنا في 1980
اول ما ولدنا هيك وبدينا كنا نفكر بانه ب 2020 راح تصير السيارات طيارات، راح يصير كل شيء الكتروني. للاسف في 2020 عم بنعلم حالنا ونعلم اولادنا كيف نغسل ايدينا صح. يعني it is not late but it is late. يعني صح نقدر هلا نغسل ايدينا وتعلمنا شويه وعلمنا اولادنا، بس كان مفروض هذا نتعلمه زمان. يعني الموضوع الثاني اللي كنت احكي فيه انه في بعض الائمه والشيوخ اللي قالوا انه اذا انت بتعدي شخص ولا سمح الله بتوفى فعليك كفاره او ايش سموه كفاره القتل الغير عمد. شوف لوين بتوصل الحاله. واعتقد محمد نوح القضاء برضه حكى في نفس الموضوع. الموضوع انه الاستهزاء بارواح الاخرين، وانا يمكن حكيت باخر فيديو عملته عندي على الصفحه لايف، للاسف في ناس لحد هلا بيستهزئوا بالحالات. وانا بحكي اذا انت بتستهزئ بهاي الحالات انت حر، انت يعني نفسك انت بينك وبين ربك، مع انه هذا برضه بعتبر انه رمي بالتهلكة او زي اشي زي هيك. لكن اهلك اولادك مرتك امك ابوك هدول مش من حقك انك تستهزئ فيهم. ف يعني مره ثانيه احنا بنرفع القبعه على محمد واللي سواه، لانه الاشي اللي سواه يثبت انه في لسه شعب واعي، في شعب مثقف، في شعب عارف انه اوكي انا ما بدي اعدي الغير عشان انا اكون مبسوط، بالعكس انا بدي كل يكون سليم عشان انا اكون سليم، بما في ذلك اهلي واولاد عشيرتي وامي وابوي واخواني. فللاسف صارت حالات في الاردن كانت هي بؤر الفساد ونؤر سوري عفوا بؤر الوباء، ولكن والناس طبعا اثاروا عليهم، منهم اعتقد طبيب في الرمثة وفي وحدة في عرس اربد. لكن انا متاكد انهم 99% متاكد انهم لما راحوا على الاجتماع او هذاك الدكتور لما رجع من السفر ما كان عارف انه مريض، عشان هيك قابل ابوه قابل اخته يعني. بس لو انه عارف كان اخذ نفس الفعل اللي سواه محمد، لانه هذا إشي انساني. يعني انا مش هروح اعدي ابوي عشان انا مبسوط اكون محمد. ارجع اسال محمد، المرض لما صار، لما مرضت انت وصار معك، ايش اثر عليك في الاشياء اللي يعني عمليه، اشياء فعلا هي حسيت انه اكثر شيء اثر عليك فيه هذا المرض؟ طبعا غير موضوع السفر، اكيد موضوع السفر هذا يعني آلمك وحسيت انه، لكن في تحركك في دراستك في شغلك، اذا كان في شغل عندك كنت تشتغله وقتها. اول شيء دكتور، يعني لما صارت الشغله يعني انت بتحس حالك الناس خايفه منك، صارت هذا اول شيء. الناس خايفه منك لانه فعليا خايفه تنعدى، الناس حابه تساعدك بس مش عارف كيف بدها توصل لك، لانه ممكن ينتقل لهم بطريقه ما مرض. فاول شيء الشغل طبعا اعطونا يعني اكتفي بالبيت، وهذا واضح يعني انه المفروض انت بتتابع مع وزارة الصحة، وزارة الصحة يا بيعملوا لك فحص ثاني يا انك انت العزل تبعك من 14 ل 17 يوم، وهنا بكندا 14 يوم. وانا كمان اخذت كم يوم زيادة، والسبب انه يعني انا حسيت حالي مرهق جسديا، لانه انت ما كانش في اي نشاط عضلي الا انا بالغرفة صراحة، فما يعني فعلا واحد كان تعبان. أنا بحس أكثر إشي الجانب النفسي اللي كان موجود صراحة المتعب، هذا أكثر إشي. محبة الناس وقلق الناس عليك، وخصوصاً أنا ما كنت أعرف إنه متوقع إنه تزيد باليوم السادس والسابع، لأنه هاي الفترة. وحتى أنا اليوم تواصل معي كمان أخوي حتى بحكي لي إنه أنت لازم تدير بالك كمان ما بعد
الكورونا لازم تدير بالك على مناعتك ولازم تدير بالك على اكلك. فهي بالفعل لخبطت كل الدنيا زي ما تفضلت، موضوع السفر، موضوع الشغل، بس لله الحمد يعني تفقيد رب العالمين احنا بنحكي والحمد لله. يعني امتى متوقع تسافر؟ حاليا ما في طياره كانت من شيكاغو لعمان بالتاريخ امبارح، بس كنا عم نفكر يعني بدنا نشوف متى راح يفتحوا من مونتريال او من تورنتو. فالشيء الكويس كمان جماعه الشغل يعني كمان سهلت اموري بالشغل، لانه انت بتعرف موضوع الكورونا، يعني الحكومه الكنديه كمان دعمت الطلاب، دعمت المواطنين الكنديين كمان اللي تضرروا من هذا الاشي. فالسفر ان شاء الله تاركين على تيسير المولى ان شاء الله. الله يجمعك باهلك سالم غانم ان شاء الله باذن الله. دكتور شو بدك تحكي لنا نصيحه للمستمعين؟ نصيحتي انه تبذل جهدك تغربل الحكي المفيد من الحكي غير المفيد، والحكي العلمي من الحكي غير العلمي، لأنه جزء كبير من التخبط اللي بيصير والمرات حتى التبسيط المشوه للمشكلة اللي احنا فيها مصدرها مصادر غير موثوقة. spend time تغرب المصدر المعلومات، اختار مصدر معلومات موثوق انك تتابع اشياء زي هيك، وكل شيء is gonna be okay. يعني I think محمد كمان I think جزء كبير من قصته هي برضو قصة امل، قصة انك يصير حدا عنده COVID-19 is not يعني لا سمح الله it's a death sentence وكل واحد لازم يموت. ذكر الغالبية رح يشفوا رح يكونوا كويسين، بس تذكر ان انت عليك مسؤولية، كل شخص فينا عليه مسؤولية إنه يحمي حاله ويحمي أهله وما ينقلوا ناس ثانيين إذا as a society يعني راح نمرق بهاي المشكلة ونطلع فايزين بالآخر. بس مطولة شكلها دكتور، يعني أنا هنا بتورنتو بجوز بعرف أخي محمد الدكتور، يعني بلشوا بدهم يرجعوا يفتحوا الأسواق على عدة مراحل، و يعني شكلها الناس بلشت تحكي صراحة. أنا بحكي لك شو بيصير على الجروب الواتساب، إنه كمان الناس بحكي لك هذا إغلاق المطارات ممكن أنها تستمر لشهر 9، وبحكي لك كمان ممكن رح يرجع الشتاء رح ترجع موجة تانية. فشكلها القصة طويلة مطولة ولا؟ القصة طويلة. And أقول لك يعني أنا يعني obviously إحنا ما حد فينا يقدر يشوف المستقبل بثقة، بس مثلاً إذا بدي أعطيك an educated guess يعني إنه شو حيصير في المستقبل، most likely راح يرجع موجة ثانية. فأنا شخصياً وأنت بتعرف حكي هذا محمد، أنا مجهز حالي نفسياً بشغلي ومع عائلتي وكيف تعمل مدارس أولادي إنه this is راح ترجع مرة ثانية. I don't think راح تروح هاي المشكلة حتى ما يكون عندنا vaccine و vaccine effective. آخر أخبار الفاكسين متى متوقع؟ عليك بالشلولو. شلولو بالوريد باللكتين متى؟ ليمون، عصرة ليمون وفلفل ولحسة برسيم بالآخر. هنا وصل. الفاكسين most likely رح يطلع. في 70 product عماله بندرس for vaccination. Most likely رح يطلع فاكسين. بس ما يعني again I don't know، بس إنه رح كثير أتفاجأ وحكون كثير مبسوط إذا بطلع vaccine in 2020. و most likely أنا شخصياً مهيئ حالي نفسياً وعائلتي ومرضاي إنه maybe إذا إحنا محظوظين النص الأول من 2021. يب. هاي أنا معناته الدكتور أخ محمد هاي لا عنوان حلقة ثانية نظرية المؤامرة صراحةً. أنت لا إحنا عملناها يا سيدي. عملنا حلقة ممكن ترجع لها، في حلقة عن نظرية المؤامرة في الكورونا، في على الأغلب يعني إذا هي الحل فاكسين وإذا هي الحل هيك معناته يعني في question mark زي ما بيحكوا.
والله شوف انا وجهه نظري في كثير كويشن ماركس، بس في اصابع اتهام لاشخاص معينه. المشكله انه شوف، لو واحد ذكي بذكائه، انت عارف عن مين بحكي، يعني ذكي بذكاء انسان زي هيك يعمل بلبله في كل العالم، ما اتوقع انه يكون غبي ينزل دوكومنتس وينزل اشياء وحتى فيديوهات عن حاله قبل 3-4 سنين من الفيروس ويفضح حاله. يعني خلينا نكون واقعيين، يعني انسان اتهم بتهم كبيره زي هيك، وهي اعتقد يعني في ناس الان عم بتحاول انها تحاكمه، ما اتوقع انه عنده الغباء انه يكون مجهز العالم، بحكي للعالم قبل 4 سنين انه في فيروس وفي ابيديميا جاي وفي مشكله كبيره عويصه جاي. ومن اكثر يعني انا مش دفاعا عنه، اجين يمكن يكون في منه الحكي، بس اجين يعني خلينا نكون واقعيين شويه. احنا المشكله احنا موضوع المؤامره هذا عندنا متقمقم في قبعه كبيره، خاصة العرب، يعني احنا كل العالم نشعر انهم متآمرين علينا الان. حتى الغرب صار يحكي بالموضوع، يعني حتى في فيلم نزل بعرف اذا حضرته دكتور اسمه بلانديميك، سحبته يوتيوب، منعت وضعه. في انا ببعث لك اياه اذا بتحب، موجود انا نزلته قبل ما يسحبوه، هلا بدور عليه على اليوتيوب، قطع موجود ما بتلاقيه كامل، انا نزلته كامل قبل ما يسحبوه. طبعا بيحكوا انه they plan it again، وصار الموضوع بترتيب من اشخاص وشركات ومؤسسات، لكن يعني خلينا نكون واقعيين يعني شوي. انسان بهذا الذكاء انه يسوي فيروس ويختلق فيروس ويخترع فيروس، ولا دولة، يعني حتى اليوم انا بقرأ في الكونغرس الامريكي عاملين بيل هذا نزل في 2020 شهر 3 27 3، وقعه الرئيس الامريكي، لكن بداية نقاشه عن الكوفيد 19 موجود على الكونغرس، يعني موجود على صفحة الكونغرس، كان في 2019 شهر واحد 2019. الكوفيد 19 بين بشهر 12 1 2020 يا يعني انت بتحكي هاو. يعني انا اليوم لما بقرأ قاعد على موقع الكونغرس الامريكي، مش 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 واحد بنقول لي، ورقم اعتقد رقم البيل بتقدر تدخلوا عليه HR 437 I think I will send it to you anyway. بس الموضوع انه في كتير عم تطلع ناس واصابع اتهام، والله اعلم الله اعلم. احنا نعم. يعني بكره بدوب الثلج وبان المرد. انا شايف مع المتحفظ الدكتور متحفظ على الموضوع، ما ما بديش اتسفر انا بعد بكير علي زلمه. لا لسه اقول لك، لسه ما بديش اقطعك حبيبي، بس اقول لك شغله. يعني هو هذا قصه البانديميكس اتس نوت شيء جديد، يعني احنا وي نو اشياء كثير عشوائيه بتصير ان نيتشر، وفيروس زي هاي بتتكون بتصير. صحيح. I mean SARS كان شيء فلتنا منه من حضنا، SARS ما كان بسوء الكوفيد 19، right? It's the same virus, it's the same family of viruses, بس تغير فيها شغلة وشغلتين وصار كثير سهل ينتشر. So يعني حتى بيل جيتس، يعني إنه في دوكيومنتري على نتفليكس على فكرة الكل لازم يحضره، I think شغلة about Bill Gates, the mind of Bill Gates أو شغلة زي هيك اسمه. إنه في حلقة كاملة قبل ما يصير الكوفيد 19 هو عمال بيحضر البانديميكس وبيحضر البانديميكس، وأنا I'm like this guy يعني بعيد عن مجالنا كله، بس he's right, it's gonna happen, it happened. كل 100 سنة حيصير pandemic، بس كلنا كنا يعني شلنا كدول ومجتمعات نحضر حالنا كويس. صراحة أنا بجوز عندي نظرة معاكسة على هالبني آدم في تحركه. أنا شايف إنه تحركه لمصلحة الناس، مصلحة البشر، واللي بيعمله يعني هو بجوز عمل اجتهادات، الاجتهادات وجهت له أصابع اتهامات، لكن مش كل أصابع الاتهامات توجه لإنسان عشانه بيشتغل وبيعمل
معناته صحيح اللي بيشتغل وبيعمل هو اللي بيخطئ والأخطاء واردة، لكن كلها تكهنات وتكهنات زي ما حكى الدكتور. من المستحيل أن تصدق على واحد بهالعقلية أنه يحكي عن حاله ويفضح نفسه، إلا أنه هو بيعمل وكل مع كل الكلام اللي بيطلع إلا أنه بيحاول يعمل. وبكرة بنشوف، بكرة ببين كل شيء. صوفية كاتبالك رسالة بتقول لك سوري جايز، أنا 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 لأنه كبيرة هي الرسالة فلازم نقرأها مع بعض. Also just the other day the man bought a prescription to the pharmacy. The prescription طبعا صوفية بتشتغل في pharmacy is from the COVID-19 care clinic in Ottawa. There are two wrong with this. The first and the most important, the wrong of the hospital did not educate the patient to stay home. Okay. Faxing the clinics and prescription transcript. طبعاً مش صوفيا نص هذه طالعة مش كلها. صوفيا بتحكي إنه هي بتشتغل في فارماسي، فجاي عندها واحد معاه COVID-19 معطينه prescription، فرايح هو يصرفها من الصيدلية بنفسه. فبتحكي إنه يعني المشكلة الكبرى إنه they did not educate them as much to stay home as طبعا بس بدي أحكي لصوفيا، يمكن في كندا شغلة اسمها pandemic acts، هاي بتجبر الشخص اللي عنده مرض وبائي إنه يجلس في البيت مجبر حسب القانون الكندي، وفي مخالفة عليها الآن بالكوفيد 19 المخالفة $3 مليون تصل إلى 3 مليون مش 3 مليون up to 3 مليون وسنة سجن أو كلاهما، يعني واحد منهم أو كلاهما. أو فالموضوع المشكلة في تطبيقه، يعني أتوقع أنه صارت بعض الحالات كانوا يبعثوا RCMP وبوليس يفقدوا على الناس هيك تشيك راندوملي، فيعني أكيد أنا بدي أحكي بس أخطأ. أنا بدي أحكي لصوفية، أهلا وسهلا صوفية، يعطيك العافية ومساء الخير وديري بالك أحالك. صوفيا منشن شغلة كمان مهمة وأنا متعاطف معها كتير كمان، إنه هذا الشخص إجا عندها على الفارماسي وما حكى إنه هي has COVID-19. يعني أنت تفكر بالريسك اللي صوفيا تعرضت له هي والستاف من سوء تصرف وبروبلي جهل هذا البني آدم. في كلمات جوز بتليك أكثر، بس يعني البارم لاين صوفيا متعاطف معك. يعني unfortunately برضو بحكم شغلي هذا إشي يومي منتعرض له. نصيحتي إليك واللي بذكر حالي فيه دائما إنه أسيوم كل شخص بتعاملي معه بالفارماسي وإذا مريض ولا حتى staff member is COVID-19. It's not عيب. ولا I'm sure you probably already do it. إذا ما بتعمليها wear a mask, wear goggles. I can't tell you كم مرة فت على غرفة مريض أو عملت قبل أسبوعين عملت عملية مريض he tested negative قبل العملية and everything's okay وبعد بيومين صار عليه حرارة and he tested positive. Yep. أسبوعين بعديها وأنا عايش بالبيسمنت بالبيت يعني، فإنه عشان أعزل حالي عن عائلتي. بس يعني I totally متعاطف معك. I know the dilemma اللي إحنا فيها. ديري بالك على حالك. Use your best judgment to assume الكل yep. is COVID positive and you'll be safer. This is a good option. Yeah. Okay. احنا للاسف لازم ننهي، ف محمد شو بتحب تحكي؟ والله انا يعني سعيد جدا بالمقابله، يعني الحمد لله انه انا اموري وصحتي تمام هلا، وكسبت محبه الناس صراحه، وهي تعرفت عليكم ويعني شيء كثير حلو صراحه، رفع معنوياتي اللي صار، وصار في عندي أصدقاء جداد، يعني صرت أعرف الناس أكثر هلا بسبب هاي الكيس. واحدة من الأشياء قبل ما تنهي دكتور، إنه حتى إن أخوي لما حكى معي بيحكي لي أنا كان نفسي أعرف حدا عنده كورونا، لأنه يعني راح تستغرب حتى اللي معي بالجامعة أقاربي
يعني نادرا تلاقي واحد عنده، فحتى واحد من اولاد عمي بيحكي له شكله دافعين لك الجماعه كورونا دافعين. فهي الحمد لله الامور تمام ومناعتنا كويسه، وهي تلطيف رب العالمين، وبشكركم على هاي المقابله. ان شاء الله قدرنا نوصل رساله للناس، وانا استعنت ب بالدكتور معي لانه كمان يعطي بعد طبي للموضوع، كان بهمنا انه توعيه وكمان نعطي معلومه طبيه. فشكرا لكم، بتمنى لكم كل التوفيق، وكمان باكد انه انتم لازم يعني في كثير منها مجموعه النشامى انه لازم تلتقوا، لانه بتخدموا الطلاب الجاليه العربيه، فهذا شيء كثير كثير كويس. اكيد. شكرا سالي عم تحكي لي الحمد لله على سلامتك، فشكرا صوفي، شكرا شكرا لك صوفيا، وشكرا لكم حبيبنا. هاي كوبال برضو بتحكي لك الحمد لله على سلامتك ابو احمد. الله يسلمك، يسعدك، شكرا شكرا. انا كسبت شغله دكتور، شغله بالاردن، انه يا اخي الحجات كثير تعاطفوا معي بالاردن. وصلتني دعواتهم، يمكن دعواتهم دعوات، بعدين تطلع الحجه استغربت في نسبه كبيره عندهم فيسبوك، وبعدين تعطيك دعوه القلب. غير الوصفات، غير الوصفات. دكتور معن كل التوفيق. الله يخليك دكتور معن. يعني بثني على كلام محمد، دكتور جمال، دكتور محمد، شكرا على استضافتكم. I think كلياتنا مبسوطين انه هي ابو العتوم حبيب الشعب، هي زي الاسد، وان شاء الله برجع على ديما وسيف ولين وكل عيلته سالم غانم ان شاء الله. I think انه لما محمد حكى لي انه هي في هاي المقابله شو رايك، I jumped on it. I think إنه بالآخر كلياتنا هنا هدفنا ننشر معلومة إنه دقيقة، أي شيء ممكن نعمله عشان ننشر الفكرة الصح I think لازم نجاهد ونعملها. وكتر خيركم ويعطيكم ألف عافية، وأبعتهم الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، شكرا جزيلا لكم. حسسيني كانكم شايفين بعض هسه لاول مره. كل القصه هاي الفناها ولا في منها، مش تير باي دي والكورونا دفعت لكم. طيب انا بدي اشكركم على هذا اللقاء، والحقيقه يعني عاملين توأمة رائعه، لقاء كان لطيف وكان بيتوتي دردشه، وكان يعني كثير استفدنا منه، طمنا على محمد الحمد لله، ومنه إن شاء الله نكون طمنا وطمنا الناس على أهلهم وأصدقائهم وأحبابهم. المرض مش نهاية الدنيا ولا هو نهاية العالم، هو مرض، وطمنا الدكتور معن حكى لنا يعني 80% من الحالات هي بالشكل هذا، شوية دلع شوية دلع، و يعني بتعدي في الأخير، بتعدي إن شاء الله. هذه أيام فيها إمكانية للاستغلال بالمناسبة، وهذا اللي إحنا بجوز حاولنا في القناة مع دكتور جمال إنه نأكده، إنه أنت ممكن ناس يمر فيها المرض تفكر كيف تستغل الوقت الحجر هذا بشيء مفيد، وفي ناس بتفكر كيف إنها تحبط وترتمي وتكون useless تماما في بيتها. في ناس هيك وفي ناس هيك، احنا بدنا نثبت للعالم انه انت وانت موجود في 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 هذا الوقت، وقت الحجر، اعتبره وقت انجاز، اعتبره وقت انجاز لمشاريعك المؤجله. في حمستي انا صرت يعني بدي احكي كمان من اول وجديد صرت. تفضل يلا الحل. محمد معناته اعطيك بس ارقام نحكي فاكس. اليوم انا خلص تفضل كمل. تحمست انا زياده، انت حمستني اخي محمد، انت طلعت هذا اليوم على قولوا لي هيك. الحكومه الكنديه، انت عم تحكي بكندا في 75 الف حاله و 800 شخص بكندا، في حالات الوفاة عم تحكي عن 500 و600 حالة وفاة. 5679 بالضبط عشان نكون دقيقين. نعم. فهي الأويرنس شيء كثير مهم صراحة. ف
فهي الأرقام بتخوف صراحة، بتخوف. أنا كنت كل يوم أشيك الأرقام أنا منهم. بس قراءة الأرقام كمان مهمة محمد، يعني هذه 75,000 مش كلهم حالات حادة جدا، ولا كلهم محتاجين الأكسجين ويروحوا على المستشفى ويعملوا أزمة في المستشفى. اللي لازم إحنا ندرس كم منهم اللي محتاجين إنهم يقيموا في المستشفيات ومحتاجين عناية مركزة في المستشفيات. بتوقع هيك أنا طبعا بعيد من الدكاترة يعني. أنا خوفت الناس، حسيت لا إنت مانجبل. اتوقع انها مانجمنت، وانه قابل لاداره المستشفيات بشكل جيد. احنا الخوف كله اصلا من المرض، انه امكانيه المستشفيات والطاقم الطبي والصحي انه يسيطر على الحالات الحاده اللي بتيجي لعنده علشان يعرف يتعامل معها. انا بس انهي بكلمتين، انه اللي احنا بنحتاج انه نستفيده من اللقاء اليوم، ما نكون موجودين رهينه الخوف ولا رهينة الوباء ولا رهينة المرض ولا رهينة الوسواس. نحاول نستغل، ولا إننا نطلع ونحتك بالناس، لا إحنا منحكيش على العشوائية. لا، ابقى في بيتك، استمر في بقائك في بيتك، لكن استغل وجودك في بيتك لإنتاج وإنجاز وعمل مشاريعك المؤجلة. It is the time الآن إنك أنت تطلع الطاقات اللي كانت موجودة عندك أو تكتشف طاقات جديدة ما كنت أنت مكتشفها. وشكرا لكم من جديد. محمد ألف الحمد لله على سلام. شكرا للدكتور معن، حياك الله. شكرا لك. طبعا انا 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 في النهايه حطيت لكم لينك مقاله كتبتها عن 40 شائعه انتشرت عن الكورونا، اللي بحب يقراها من الجمهور، باسم كنار تي في. بنحكي لمحمد العتوم، الحمد لله على سلامتك وشرفتنا اليوم. دكتور معن باسم كنارة تي في بنحكي لك بارك الله فيك، وشكرا على دعمك لمحمد ووجودك اليوم معنا. باسم الجمهور بنشكرك. بذكر الجميع بلقاءاتنا يوم غدا الساعة 6 رح تكون لقاء مع المؤسسة النسائية في ووترلو، بتقوم بدعم السيدات في المجتمع المحلي. الساعة 7:30 رح يكون أو 8 رح يكون عندنا أذان المغرب، والساعة 10 بالليل السهرة الرمضانية مع عادات أهل المغرب في رمضان، الإفطار، السحور، كيف بشربوا، شو بأكلوا، شو بتصحروا، شو بسووا بالعيد. كل هاي الشغلات راح تكون خلال حلقة من العادات الرمضانية، فكونوا معنا غدا إن شاء الله وتصبحونا. تفضل. قبل تسمح لي شغلة أخيرة، سوري أعطاك، بس في شغلة لازم أحكيها. لا لا ورش، تفضل. إز ذس، آخر كم يوم عمالنا منشوف بالدوام ناس بتصير معهم مشاكل صحية ما لها علاقة بالكوفيد 19، بيختاروا ما يجوا على المستشفى خوفا من الكوفيد 19، وشفنا يعني للأسف حالات كثير يعني مزعجة. فنصيحتي أنا للناس برضو إنه إذا صار عندك عرض طبي وأنت حاسس لازم تروح المستشفى، روح المستشفى، ما تضلك بالبيت وتنجلط بالبيت أو تصيبك جلطة دماغية أو جلطة قلبية، لأن شفناها كثير آخر أسبوعين، كثير إشي مزعج. Ask for help، إذا مش عارف شو تعمل Ask for help، ما تقعد بالبيت وتعاني بصمت. It's not that scary، روح المستشفى، المستشفى can take care of you حتى بوقت pandemic. Very good, very good. Yeah, very good suggestion. Yeah. Thank you دكتور. Thank you. شكرا يا جماعة، يعطيكم العافية. تصبح